رد الحقيقة على الموضوع ده. احنا معانا دلوقتي ومع حضراتكم اللواء سيادة اللواء عادل القلة، وسيادة اللواء الحقيقة هيوضح أكثر أمور اللي بتحصل من هذا التنظيم الإرهابي داعش. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. هل حضرتك متابع في بعض الأنباء اللي نشرت إنه داعش قتلت المجموعة 15 من المسيحيين الأشوريين المحتجزينهم؟ ونعرف لو حضرتك عندك أي معلومات، وفي نفس الوقت بخبرة حضرتك في أسلوب هذا التنظيم الإرهابي، ما هي توقعات حضرتك؟ تنظيم داعش او جماعات داعش الارهابيه، نعم الخوارج مصاص الدماء اللي هم يعتبروا سبه في جبين الاسلام، وما هم بمسلمين، هم ليسوا مسلمين ولكنهم بيدعوا الاسلام. انا بقول ان دول ليس بعيدا عنهم ان هم يكونوا نفذوا اي عمليات. هم بيستهويهم القتل والذبح وكل الأعمال الإجرامية نعم التي ممكن أن تحدث في على مر التاريخ، هم بيعملوها. وبالتالي عملية الـ15 اللي ممكن بعض الأنباء بتقول إن هم قتلوهم، مهم. انا لا اجزم بانها قد حدثت لان لسه المعلومات متواتره ما نعرفش، بالضبط. ولكن انا بقول بالنسبه لهذه الجماعات المارقه، اصلا تم اعدادها ورعايتها بفضل الصهيونيه العالميه وامريكا في البدايه، ومدهم بالسلاح وبالذخيره، ومدتهم قطر وتركيا بالاموال. وهذه الجماعات تواجدت في العراق على أساس أن هناك منطقة خالية من القوات اللي هي منطقة الموصل، وتواجدوا فيها وعملوا معسكرات واستفحلوا، وبدأوا ينتقلوا إلى سوريا، وبدأوا يقوموا بعمليات ضد الرئيس الأسد، وبعد كده انتقلوا إلى ليبيا، ومن ليبيا بدأوا هتكون نهايتهم في ليبيا إن شاء الله. إن شاء الله. وهم غلطتهم غلطة عمرهم دخولهم أو اقترابهم من الحدود المصرية. وأنا كرجل استراتيجي وراجل عسكري 30 سنة قوات مسلحة، أنا بقول إن الاقتراب من الحدود المصرية سواء جنوبا ناحيه حلايب وشلاتين في السودان، او شرقا ناحيه غزه وحماس، او غربا ناحيه ليبيا، هو خط احمر للقوات المسلحه المصريه. وانا بقول وباكد على ان داعش غلطه عمرهم انهم اقتربوا من الحدود المصريه، لان وجودهم في ليبيا ليس سهلا، وسيقضى عليهم في ليبيا لأنهم اقتربوا من قوات مستقرة مسلحة وطنية فاعلة، هي القوات المسلحة المصرية. والقوات المسلحة المصرية لن يهدأ لها بال إلا أن تأخذ بصقر إخواننا وأهلنا الإخوة المسيحيين اللي هم أصلاً كانوا في ليبيا بيعملوا بجد وشرف من أجل لقمة العيش. كون إن هم يعملوا معاهم كده، ده منتهى الإجرام العالمي والإجرام الإنساني. نعم. وأنا بقول أين حقوق الإنسان؟ أين المنظمات حقوق الإنسان وحق المواطن في العيش بكرامة؟ أين هؤلاء الآن من هذه التنظيمات؟ أمريكا دلوقتي يبدو ان المنظمات دي بترى حقوق داعش، لدرجة انه حتى زي هيومن رايتس ووتش قال لك المفروض تغير اسمها من هيومن رايتس لداعش رايتس. لكن الى اي مدى سيادة اللواء من الممكن محاربة هذا التنظيم في ليبيا؟ الى اي مدى ممكن تضعف هذا التنظيم؟ لانه هم هنا اقتربوا من حدودنا المصرية، اي نعم، ولكن هم موجودين بكثافة وبشكل كبير جدا، والتحالف يمكن لغاية دلوقتي من الواضح انه بيحاول، ولكن كل التقارير الامريكية
بتقول انه للقضاء على هذا التنظيم في حدود سوريا والعراق مش هتاخد اقل من سنتين، وانه في استعداد لدخول قوات برية بالفعل لاستعادة الموصل. فالى اي مدى ممكن يأثر الحقيقة القضاء عليهم في ليبيا الى التأثير على قوتهم في العراق وسوريا؟ هم قوتهم ليست بالقوية التي تصورها أمريكا. هم من 3000 إلى 5000 فرد يعني إرهابي، وليسوا بالقوة التي تصورها أمريكا. أمريكا ليه بتقول من سنتين إلى ثلاثة؟ لأن نعم. أمريكا عايزة العملية تطول عشان يستخدموهم ورقة ضغط على الدول اللي هي دول الخليج ومصر والدول العربية التي نجت من الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي. هي أمريكا بتعمل عملية مقايدة، ومصر استقرت وتغلبت وأخرجت الإخوان وانتصرت على ما يسمى بالإخوان المتأسلمين وأخرجتهم من السلطة، يبقى في داعش موجودة تشغل القوات المسلحة المصرية وتشغل النظام المصري، وتعطل عملية التنمية في الدول العربية المستقرة. ده اللي هيخليها تاخد وقت، لكن مع القوات المسلحة المصرية مش هتاخد وقت، هيبقى الوقت قليل جدا عما يتصوره البعض. انا بقول ان ضربات متلاحقة على داعش وقوات صعقة وقوات من البحر تقوم بعمليات هجومية عليهم، هم هيضعفوا جدا جدا وهيضطروا يفروا زي الجرذان وهيتوجهوا إلى العراق مرة أخرى. وأنا بقول إن والصور جابت والوكالات الأنباء جابت خلال الأسبوع الماضي جابت صور لكمية الذخيرة وكمية السلاح الملقى في الصحراء اللي ألقته القوات الأمريكية والناتو وحلف الناتو لما كان القذافي موجود، ألقوا هذه الكميات من الأسلحة علشان داعش لما يجوا بعد كده والجماعات الإرهابية تيجي بعد كده تلاقي السلاح والذخيرة موجودين. أنا هما بيقولوا إن لسه إن ما زال هذا إلى الآن سيادة اللواء، عفوا لمقاطعتك، لكن بيقولوا إنه في كام طائرة لسه في خلال اليومين اللي فاتوا وأسقطتها القوات العراقية، بيقال إن هي كانت يعني طائرة أمريكية كانت بتنزل أسلحة ومعونة لهذا التنظيم الإرهابي داعش في الأماكن المحتجزين فيها. فبرضه مش عارفة ما يعني مدى صحة هذا الكلام يعني. لا، الكلام ده صحيح، وانا بقول لحضرتك ولا اذيع سرا ان هناك مبرر قوي وسر من اسرار مقتل الكساسبه اللي هو الأردني. الشهيد الاردني الذي استشهد في حركا في بوسط داعش. ده ليه طيارته ضربت؟ طائرته ضربت بصاروخ امريكي، والصاروخ الامريكي ضرب الطياره بتاع الكساسبه، لان الكساسبه وجد ان هناك طائرات من طائرات التحالف بتسقط الذخيره والسلاح لداعش. فازاي كان هو شاهد عيان على هذا؟ فعشان عشان يتخلصوا من الشاهد الوحيد ضربوا الطياره بتاعته واسقطوه. لكن يبقى ده يدل على ان فعلا في ايدي اجنبيه خفيه بتدعم داعش. ده وانا المؤكد. بقول ان زي ما امريكا عملت مع بن لادن وقوت بن لادن ضد روسيا، وبن لادن في افغانستان لما قوي وكون القاعده ضد روسيا انقلب بعد ذلك على امريكا. امريكا دلوقتي هي اللي عملت داعش، وداعش هتنقلب عليها مستقبلا. إذن احنا بنقول ان آن الأوان لأن تأخذ الدول العربية المبادرة في تكوين قوة عربية فاعلة قوية نتمنى تكون ذات تتحرك لأي منطقة في الدول العربية موجود فيها هذه الجماعات الإرهابية وتضربها. ومصر لما تأخذ هذا الموقف ده يتوافق مع القانون الدولي وليس ضد القانون الدولي. أنا أفكر حضرتك بالرئيس عبد الناصر في لما كان الحفار الإسرائيلي جاي من سنغال عشان يقرب عن البترول بعد 67، الرئيس عبد الناصر عمل إيه؟ بعت قوات كوماندوس للسنغال دمر الحفار
قبل ما يوصل لإسرائيل. إذا هنا تمام المبادرة والأمن القومي المصري والعربي وحماية إخواتنا المسيحيين وإخواتنا المسلمين اللي موجودين في ليبيا هو فرض عين على كل مسلم وكل عربي تمام وكل مواطن في الأمة العربية. وما نقولش إن ده كذا وده كذا، لا لا تفرقة، لا مسلم ولا مسيحي، كلنا شعب واحد، كلنا مصريين. ال 21 شهيد، 21 مصريين شهيد مصري طبعا طبعا. وليس ديانته ايه. فاذا هنا التفرقه لا وجود لها. وانا بدعو وسائل الاعلام الا تطلق على داعش الدوله الاسلاميه. ايه الدوله الاسلاميه دي؟ ما بيقولش الكلام ده غير الجزيره وغير قطر، لكن هي مش الدوله الاسلاميه، هم جماعه مارقه خوارج ارهابيين مصاصي دماء. نعم يبقى ما اقولش عليهم دوله اسلاميه. نعم فعشان ما يبقاش بيبان ان بين الاسلام وبين المسيحيه وبين لا هم بيعملوا فتنه. نعم بعض الدول العربيه وبعض وتركيا وقطر وامريكا واسرائيل بيعملوا فتنه ما بين، لان عارفين ان مصر الصمام الامان في مصر هو التعايش السلمي والاخوي بين المسلم والمسيحي. وسيظل هذا فهم التعايش عايزين سيادة اللواء. أنا حقيقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وطبعا يعني بنتمنى كل التوفيق لقواتنا المسلحة في محاربة هذا التنظيم في ليبيا، وإن شاء الله يعني يمكن الضربات الأولى أو الضربات اللي وجهتها للقوات المسلحة كانت ناجحة لدرجة كبيرة جدا، وإن شاء الله يعني لسه في محاولات للحياة الدعوات لمجلس الأمن علشان خاطر يتم رفع الحظر عن تقديم الأسلحة ومد الجيش الليبي بالأسلحة، وكل دي مفاوضات جارية هذه الأيام. وأيضا في على المستوى الأمريكي في ضغط أمريكي على تركيا لمحاربة داعش وعشان تؤكد ان هي لا تدعمها يعني برضو، وزي ما كنا قلنا قبل كده ان كانت تركيا ايضا بتشتري النفط من داعش باسعار زهيدة وبعد كده بيبيعه لاسرائيل. فاعتقد ان شاء الله ان يكون في ضغوط تكون على كل المجالات. بشكر الحقيقة سيادة اللواء عادل القلة، شكرا جزيلا جدا وجود حضرتك معنا.